العاهل المغربي كرم الفنان الإماراتي حسين الجسمي من أيام. الجسمي كان فخور جداً بالتكريم ده ونشر صورة ليه من حفلة التكريم وكتب في تعليقه عليها الوسام العلوي من درجة قائد تكريم ملكي أعتز وأفتخر به وبمن حضر به. جمهور حسين كانوا حارسين أنهم يباركوله على التكريم. واحدة فيهم كتبت له في تعليقها تستاهل مبروك عليك كل المغاربة بيحبوك.